بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه قناتكم قناة خبرنا اليوم، والخبر اليوم متعلق بأصحاب معاش المعلمين والورثة. فقد أعلنت نقابة المهن التعليمية أن دفعة يوليو 2024 سيبدأ صرفها بإذن الله في يوم الثلاثاء الموافق 9/7/2024. وعلى السادة أعضاء معاش نقابة المعلمين والورثة التوجه إلى ماكينات الصرف في هذا اليوم، وذلك لصرف معاشاتهم من نقابة المعلمين بإذن الله تعالى. كل عام وأنتم بخير، وأتمنى لكم السعادة والتوفيق الدائم. شكرا لحسن استماعكم، وأرجو التفضل الاشتراك في قناتنا واللايك وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. لنا لقاءات أخرى. السلام عليكم ورحمة الله.